الحمد لله الدراري داروا لي اليوم مقابلة، ما كانت سهلة، كانت صعيبة، ومقابلة في هذا الريتم هادي وأمام خصم اللي في المراكز الأولى. كيف ما كنقول لك هم داخلين بكل أريحية، يعني أي نتيجة في الصالح ديالهم، وحنا اللي كنا خصنا نقلصوا النقاط ديالنا للصدارة. والحمد لله بفضل الله ودعاوي الوالدين والمجهود ديال الدراري جاب الله تيسير وفزنا 3 بوان ان شاء الله. الحمد لله مرة كل واحد، وحنا كاملين حنايا. بغيت نشكر الجمهور هذا اللي كيجي يساندنا كثرة، اللي ما كيبخلش على الفرقة ديالو، وكنوجه لهم واحد الرسالة وكنقول لهم حنا راه كنديروا كل ما في جهدنا، ماتش مورا ماتش وفي وقت مقارب. والحمد لله الدراري كيدخلوا للتيران كيديروا اللي عليهم باش يفرحوا هذا الجمهور اللي كيجي يساند. هي ماشي سهله، كيمشيو دراري مشاو دراري بزاف، وجاو دراري جداد بزاف، و شويه بشويه كنا كنقولوا للدراري زعما كيفاش نتاقلموا مع الاجواء. كان غير خاص شويه الصبر من بعد الجماهير، ماشي كلشي، كنا كنتسناو منهم شويه الصبر، ولكن ما كاين اللي كيصبر كاين اللي ما كيصبرش. يعني الجروب دابا داخل الرجاء الحمد لله تحسن بشكل جيد، ولات واحد الثقه ما بين الجمهور واللعابه، وكنقول لهم يبقاو يساندونا حتى لاخر الموسم ان شاء الله. كما قلتي الانتصار اللي جا في الوقت ديالو من بعد حد ربعات ديال المباريات ربحنا فيهم، الحمد لله ربي وفقنا في هذه المباراه، عرفنا كيفاش نجيريو الخصم ديالنا اللي هو خصم قوي. اليوم مباراه ديال 3 نقاط اللي تخلينا نديروا الضغط على الفرق المقدمه، اللي كلشي عرف بلي فريق الرجاء راه فريق جاي، والحمد لله حنا الهدف ديالنا هو نتسلقوا المراتب. وكنبغي نشكر من هذا المنبر الجمهور اللي اليوم كما شفتوا المركب محمد الخامس كامل كان ورائنا، الحمد لله ربي وفقنا وكنبغيو نعديو 3 نقاط الجمهور ديالنا، وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا هذا الموسم. الرجاء هذا العام مزيان، الدراري كلشي خوت الحمد لله، والهدف كما كتشوف الفرقه فاش كتلقى واحد المجموعه اللي قويه راه النتائج كيكونوا في الميدان، والحمد لله ربي وفقنا باش نكونوا اخوه وكنا مجامعين ومتجانسين. وراه كما كتشوف الفريق راه تبدل 100%. الجماهير كما قلت لك كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم لينا، اللي صراحه من الاول الموسم هما كيدعمونا واخا ما كانتش النتائج. اليوم راه بفضلهم راه حنا وصلنا للنتائج الايجابيه، وكنبغيو نهديهم كاع الانتصارات اللي قدمنا. دخلنا بتركيز عالي، بروح عاليه، روح انتصاريه، فما كانش عندنا خيار اننا نحققوا 3 نقاط امام المتصدر باش نقلصوا الفريق اللي بقى هو 2 نقاط. فكنظن هذا الفوز هذا غيعطينا واحد الاريحيه اننا نزيدوا نشتغلوا اكثر، وكنظن بانه الفوز الرابع على التوالي ما جاش من الفراغ، جا من واحد العمل واحد التضحيه، ملامح ديال الفريق بداو كيبانوا. فكنظن بالسوتيه ديال الجمهور غادي نزيدوا الامام ونزيدوا حق المفتاح ان شاء الله. ويفرح الجماهير ديالك بطبيعه الحال، فكنظن انه الفرحه الزوينه والسونتيمون الزوين اللاعبين ديالنا هو ملي كنحققوا 3 نقاط وكنمشيو نفرحوا مع الجماهير ديالنا. فكنظن انه كيمشيو هما سعيدين وحنا سعيدين، فبطبيعه الحال الفوز والنقاط اللي ضاعوا لنا في الشطر الاول كنحاولوا اننا نعوضهم دابا. ما عندناش مجال راحه، ما عندناش مجال نضيعوا مازال نقاط اخرين، فكنظن كنجمعوا الماكسيموم غادي يخول لنا بانه في الثلث الاخير ان شاء الله ننافسوا على الشامبيون. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.